اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء التذكير بالإشعارات. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات، وبعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على ضبط المتقدم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تذكيرات بشأن الإشعارات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المفعل. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل تذكيرات بشأن الإشعارات، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة.